الثاني ايطاليا وخا راه كانت 20 فبراير مؤقتة صيفطنا كمكون من مكونات الدعم ديال حركة 20 فبراير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خرجت اليوم لتخليد الذكرى الثالثة لخروج حركة 20 فبراير والتي لا زالت مطالبها الشرعية والعادلة غير محققة على أرض الواقع فلا زالت الكرامة لم ترى النور ولا زالت الحرية لم يراها الشعب المغربي ولا زالت العدالة الاجتماعية لم ينعم بها المواطن المغربي ولا زالت المساواة بين الكاملة بين المواطنين غير متوفرة في أرض الوطن. نقول بأنه المطالب التي خرجت عليها حركة 20 فبراير لا زالت قائمة وبالتالي فالحراك لا زال قائم وبالتالي فلن يستطيعوا أن يوقفوا زخم الشارع ولن يستطيعوا أن يوقفوا حركة 20 فبراير إلا عن طريق دستور ديمقراطي جملة وتفصيلا لا صياغة ولا مضمونا ولن يستطيعوا أن يوقفوا نضالات الجماهير الشعبية إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية. فالحكومة الحالية رغم البرنامج الذي جاءت به فإنها لم تحقق على أرض الواقع أي شيء منه بل كانت جل تدخلاتها في غير الشعب المغربي فقد ارتفعت الأسعار وقد تريد أن تصدر قانونا تكبيليا للإضراب وتريد أن تصدر قوانين مشحفة في الشعب المغربي تريد كذلك أن تسطو على صندوق المقاصة وبالتالي هذه السياسة لا تخدم الشعب المغربي ولا تخدم قواه الحية وبالتالي لا زلنا صامدون في حركة 20 فبراير ولا زلنا ندعمها وندعم مطالبها المشروعة.